الأطفال هم الاستثمار الحقيقي للمستقبل، وكما سمعنا أصوات الكبار يجب علينا سماع صوت الصغار والأطفال ونعرف منهم أكثر إيش يبغوا وإيش هي أهدافهم وإيش هي مواهبهم. صح إيمان، اليوم ضيوفنا هم من المبدعين، طبعا معنا أصغر روائية مؤلفة وهي سديم النهدي، وكمان معنا فارس أو فراس القبي، هو شاب موهوب في التقديم والإلقاء. يا أهلا وسهلا فيكم. أهلين وسهلين فارس. أوكي تعديل من البداية. فارس أي فارس، حلو اسمك. طيب خلينا نبدأ معك سديم، إيش قاعدة إيش بتسوي اليوم في حياتك سديم؟ إيش بتعملي؟ حكيني. أول شيء أنا سديم النهدي، عمري 11 سنة، طالبة في مدارس الظهران الأهلية وأصغر مؤلفة سعودية. ألفت أول قصة لي حين كنت في 8 من عمري، وطبعتها حين كنت في 10 من عمري، ثم ترجمتها بعد عام للغة الإنجليزية. أنا دائما لما كذا أرجع من البيت أحاول أستغل وقتي بشيء مفيد وأطور نفسي، أتعلم مهارات جديدة في الكتابة حتى ما يمل يعني القراء من كتاباتي. فمثلا أقرأ للكتاب الكبار، أشوف كيف هم زي إيش، حكينا أكثر. أنا أحب أقرأ للكاتبة فاطمة شرف الدين، سمر محفوظ براج، رانيا زبيب. إيش نوع الكتب هذه اللي بتقرأيها؟ أنا أحب أقرأ كتب صراحة حقيقية أو يعني صارت أو تقدر تصير في الحياة الواقعية، ودائما الكتب اللي فيها أخلاق ويعني مثلا قيم وأشياء أقدر أستفيد منها، ما أحب صراحة الخيالية والخرافات وكذا. إنسانة تفهم الواقع صراحة. حلو. طيب خليني فارس، أرجع لك فارس، خليني نتكلم شوي على مشوارك. أنت ما شاء الله شاب موهوب في التقديم والإلقاء، صحيح؟ صحيح. طيب خليني نبدأ، كيف بدأت؟ إيش بتعمل؟ أول شيء فارس القبي اسمي. يعني الحمد لله أنا وصلت لمرحلة، يعني الحمد لله كثير من الناس ممكن يكونوا بدأوا من قبلي لكن ما وصلوا للمرحلة اللي أنا وصلتها. متواضع الحمد جداً. يعني الحمد لله، بس أنا أشوف أني لسه ما سويت شيء، لسه ما خطيت الخطوة الأولى. يعني أعتقد أن لسه قدامي مشوار طويل. بديت هذه الموهبة يوم كان عمري تقريباً 15 سنة تقريبا. حلو، يعني لك كم سنة في هالمجال؟ تقريبا 5 سنوات. ممتاز. جميل. نعم 4 سنوات الحمد لله. بديت مشواري كمنشد، يعني بداية بالإذاعة المدرسية، حفلات مدرسية كحفلات تخرج وغيرها على مستوى، هذه على مستوى المدرسة، بعدين أصبحت على مستوى وزارة التعليم. يعني الحمد لله حصلت على جوائز على مستوى التعليم، على مستوى الغربية، على مستوى المملكة، حصلت على 5 جوائز، المركز الذهبي أو المركز الأول 5 سنوات متتالية الحمد لله. يعني بعد كذا دخلت قناة، كانت تخصص هذه القناة إنشاد، فدخلت أنا كمنشد. فصار بعدين في برنامج ألعاب ما غيره، بس شفت نفسي يعني أجرب مجال التقديم. حلو. شوف حلو. أنا بنفع يعني بتحدى نفسي شوية. بس قبل يعني ما نروح لمجال التقديم خلينا نسمع شيء من صوتك، نماذج من الأشياء اللي كنت تنشدها. طيب يلا خليني أسمعكم شودة بسيطة حلوة. إن قالوا إحنا مين، قلنا السعوديين، حطوا لنا الوافين باسم الوفا شاره، وإن قالوا من الأرض قلناها طول بعرض، من دار سعد الحظ من دار البشارة، الله يعز الدار ويعز مقداره، راس السعودي فوق ما ينحن المخلوق، تم هجرة بعروق لجله له داره، دار السعودي دوم أمن ورخاء وعزوم، دار لها كل يوم إنجاز تختاره، الله يعز الدار ويعز مقداره. ما شاء الله يعني إبداع. ما شاء الله تبارك الله. طيب سديم، لو سألتك إيش ممكن نعمل للأطفال عشان يكون مستقبلهم أحلى، عشان يعني أنت إيش تتمني يكون نعمل للأطفال؟ أول شيء أتمنى إقامة مهرجانات أكثر وباستمرار، فعاليات، دورات تأهيلية،
مو بس يعني انا صراحه ما حقول لك بس كتابه وتاليف لانه هذا انا يعني صحيح. انا في مجالات ثانيه في مجالات ثانيه في مثلا الخط العربي في كثير يعني مواهب سعوديه يعني هي صراحه ما حد اكتشفها يعني بالذات هذا دور الاهالي هم صحيح. اللي مفروض يكتشفون هذه المواهب وينمونها فمثلا في الرسم في مجالات مره كثيره يعني السعوديين هم يعني بارعين والاطفال عندهم مواهب كثيره عندك من صحباتك عندهم مواهب كذا شفتيها ايوه بس في ما عندهم دعم مثلا صراحه ما اقدر اكد لو في دعم او لا ما لي اي حق اني اقول بس في ما شاء الله يعني بنات عندهم اكثر من موهبه يعني مثلا موهبه في الرياضيات موهبه في الخط ما شاء الله يعني حلو يعني حلو ما شاء الله تسمحوا لي بس ممكن على هذه النقطه لسه جايتك كنت بسالك بس تفضل يعني معليش انا بتكلم عن الطاقات في السعوديه يعني اذا جينا نتكلم عن اطفال لسه اجيال اعمارهم صغيره أو إذا جينا نتكلم عن الشباب في طاقات هائلة يعني لو استغلينا هذا الشيء ممكن يختلف مجتمعنا نتغير كعقول يكون مستقبل زاهر طبعاً طبعاً لكن أعتقد والله يعني بوجودكم اليوم معنا أكيد حيكون عندنا مستقبل زاهر يعني إن شاء الله تبارك الله إن شاء الله بس أعتقد أن هذا زي ما ذكرت وقالت أنه هذا دور أساسي من الأهل أب وأم لكن برضو أنا أعتقد أن هذا هو قرار يعني من نفس الإنسان لأنه في ناس ممكن صحيح. عندهم اشياء مره هائله يعني مره جلست مع واحد بس فارس انه هو شويه كاتم نفسه او انه مستحي خجلان ما عنده الجرأه انه هو طب كلمني انا بعرف انت المواهب اللي عند فارس اليوم كيف اكتشفتها اولا ومين ساعدك فارس حق اليوم هل في احد ساعده على انه هو يشوف هذا الشيء في نفسه ولا هو اكتشفه من نفسه طبعا هو الانسان كل انسان في العالم عنده موهبه أكيد يعني ولكن ممكن يكون لسه متأخر في أنه ما اكتشف هذه الموهبة صحيح. ما عرف فين هو يمشي فين مساره بالضبط ما عنده أحد وجهه أيوة بالضبط صح. يعني مثلا أنا أبويا لما كنت صغير يعني تقريبا قبل 5 سنوات 6 سنوات يعني أبويا ما كان عارف أنه فارس صوته حلو أو ممكن عارف بس أنه ما يبغى يدخل يضغط على فارس يأثر على دراسته بعدين صحيح. لكن أنا بنفسي أنا قلت لأبويا أبويا أنا أحس أني صوتي حلو أقدر أنشد فحسيت اني ابوي انا ابغى جمهور قلت له كذا قلت له ابوي انا ابغى جمهور انا بس اوكي مشهور. ليش فارس صار عندك ليش انت فكرت انه يصير عندك جمهور مثلا في هدف يعني في رساله تبغى توجهها سواء كانت عن طريق انشاد سواء كانت عن طريق تقديم صحيح تمثيل وغيرها من المجالات بالضبط. اعتقد كمؤلفه عندها فعلا عندها هدف تبغى توصله او رساله سديم شويه اوكي نروح طيب للمؤلفة. سديم كيف شايفه مستقبلك يعني ايش تحلم تكون سديم في المستقبل بإذن الله أنا سأقيم مشروع إن شاء الله هو مشروع يعني مطبعة بس مميزة عن باقي دور النشر فهذه المطبعة راح تعلم كل طفل يدخل لها إنه كيف يكتب إيش أساسيات الكتابة أبغى يعني أنمي فيهم هذه المهارات طبعاً ما في يعني كتابة بدون قراءة لازم تقرأ صحيح تقرأ صحيح. تقرأ فبإذن الله في نهاية المشروع راح يكون لكل طفل كتاب مطبوع له مطبوع وبيكون ضمن المحكات وإذا هو أراد يعني نقدر ننشرها يعني له فديت فصالحتك الله يحميكم انتوا الاثنين ما شاء الله لا قوة الا بالله طيب نروح لك يا فارس وقل لي ابغى منك مقطع او شيء طريقة تقديم معينة باختصار عشان يشوفوا كمان المواهب اللي موجودة عند فارس في حاجة ممكن اكون انا مخبيها بس اليوم لا ما في شيء عندنا يتخبى ايوه انا قاعد عندي حصري ايوه حلو حصري يعني حلو شيء خاص يعني الحصريات يا سيدتي احنا يعني مثلا مقدم برامج بالنبرة العادية الطبقة الأساسية للإنسان نعم. برضو منشد لكن أعتقد أن هذا الشيء ممكن يعني مثلا لما أقول باختصار يعني أيوة حقول السادة المشاهدين خلف الكاميرات أهلا وسهلا بكم في برنامج سيدتي أنا اليوم سعيد و سعيد جدا شباب سعيد جدا بتواجدي هنا في البرنامج وفخور جدا بطاقات المملكة العربية السعودية من شباب وأطفال ما شاء الله من وين طلع هذا الصوت تبارك الله ما شاء الله تبارك الله هذا شيء حصري يعني فارس القبي وسديم النهدي شكرا لحضوركم معنا اليوم في سيدتي حقيقي أسعدتونا ونورتونا نور نوركم سعيد جدا بتواجد معكم شكرا لكم شكرا لكم متابعينا فقرة سيدتي باقي مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا